النهارده في حلقتنا بنتكلم عن صديق الطفوله اللي انت مفتقده ونفسك ترجع تشوفه مره تانيه. في الحقيقه من فطره الانسان الطبيعيه جدا جدا واللي ربنا خلقنا بيها ان احنا بنحب نتعرف على الناس، يبقى عندنا اصدقاء، يبقى عندنا علاقات مختلفه. لو بنتكلم عن اول يوم في المدرسه، اول ما بندخل كده بندخل ندور على يمكن مكان نقعد عليه، وكمان أصحابنا هيبقوا عاملين إزاي، مش بس في المدرسة يعني، حتى جيراننا قرايبنا وإحنا في التمرين وإحنا بنعمل أي حاجة بندور على حد يبقى هو ده رفيق الحياة، رفيق اللي إحنا نحكي معاه كده يومنا حصل فيه إيه، نلعب معاه، يبقى عندنا كواليس كده في حياتنا معاه. وفي الحقيقة الصديق ده أهم حاجة لدى الأطفال بالذات، يعني مهم إن إحنا نغذي عند أطفالنا كده من أول سنهم أو نعومة أظافرهم زي ما بيقولوا، إنهم يبقى عندهم أطفال، عشان أول حاجة بينمي المهارات الاجتماعية ليهم، وكمان بتلعب دور مهم في تكوين شخصيتهم. أصدقاء حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا، لو قلنا ذكرياتنا معاهم، لو اتكلمنا عن آخر يوم في المدرسة وإحنا كده بناخد الأجازة مبسوطين إن إحنا خلصنا مذاكرة والامتحانات بتاعتنا ورايحين ناكل كده أكلة حلوة في مطعم حلو وبعدها داخلين السينما، الذكريات الحلوة دي كلها، ويمكن كمان كواليس مسرحيات المدرسة وإحنا كده داخلين في أي نشاط من أنشطة المدرسة وفي الكواليس بتاعتها وإحنا قاعدين نعمل مقالب في بعض، بنهزر مع بعض، أو إحنا في التمرين لو في حد فيكم كان بيلعب سباحة أو كورة أو الحاجات دي كلها، مواقف كتيرة جدا جدا. لكن للأسف بيقولوا إن الحياة تلاهي، ومع الوقت ومع السنين كل واحد فينا بينشغل بحياته، اللي اتجوز وخلف انشغل مع بيته وعياله، اللي سافر بره، اللي بقى مشغول في شغله طول الوقت. يا ترى انت فين النهارده؟ هل النهارده انت مفتقد تشوف صحابك دول ولا انتوا لسه على تواصل مع بعض؟ خلوني اسال زميلي مصطفى ونعرف منه اخبار اصدقائك من الطفوله. ايه يا مصطفى، لسه معاك اصدقاء لغايه دلوقتي ولا لا؟ طبعا في المراحل الابتدائي واعدادي وثانوي ما زال، وفي طبعا ناس وقعت وناس راحت وناس سافرت. والله انا بيحضرني صديق ليا سافر امريكا وما انقطعت اخباره تماما، اسمه احمد امين. يا احمد يا امين لو سمعني. ده كان ساكن جنبي وكنا اطفال، و من اكتر الناس اللي فعلا يعني ايه بحس ان انا مفتقد بحس ان انا مفتقدهم جدا جدا جدا. هو درس طب وراح احترف هناك، ومن ساعتها اخباره انقطعت عننا كلنا، كل حتى ما اسال حد عنه ما اعرفش هو فين. لكن عموما الفكره اللي انت اتكلمتي فيها هي فيها فاليو، فيها قيمه. انت في حد انت مفتقده رغم ان هو ممكن يكون عمل معاك موقف واحد بس، يعني ممكن يكون قاعد معاك على دكه واحده في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، درسته في كتاب واحد، خرجتوا مع بعض زي ما قلت. في شخص اكيد انت مفتقده، حاسس ان هو علم معاك يعني اثر معاك في موقف، وفجاه هذا الشخص اختفى، لن تلاقيه على مواقع التواصل ولا انت تلاقيه وسط اصحابك ولا في اصدقاء مشتركين ما بينكم. هنحاول احنا بقى في صباح الخير يا مصر ان احنا نكون كده ايه الجسر اللي زي ما بيقولوا ايه، ممكن لو نجحنا بس ان احنا يعني نوصل شخص بشخص تاني، يبقى احنا اعتقد ان احنا عملنا اللي علينا. عموما الفرصه متاحه لحضراتكم، تقدروا تكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج صباح الخير يا مصر السيرتيفايد بالعلامه الزرقاء، وخصوصا الفيسبوك، اكتبوا تعليقاتكم، قولوا مين الصديق اللي انتوا بالفعل مفتقدينه ونفسكم تشوفوه ووصفوه، لربما يعني نكون احنا سبب في ان احنا نوصل لهذا الصديق. يعني انا بالنسبه لي اصدقاء الطفوله يا مصطفى من اكتر الحاجات اللي فعلا شكلت شخصيتي، لانه كان لينا مواقف لذيذه قوي كتير مع بعض. انا كنت شقيه شويه وانا صغيره، فكان حلو ان انا اصحابي كانوا شبهي، فكنا لو بنتكلم على مثلا لما بنيجي البيت كده واحنا صغيرين نروح عند بعض في الشتاء بالذات وناكل شوربه بالليل. يعني مامت واحده صاحبتي كانت بتعمل كده، انا عمري ما هنسى، كانت من ألذ الحاجات طبع. اللي كنا بنقعد نذاكر مع بعض بعد كده نخلص مذاكره ونقعد ناكل شوربه في البلكونه. في حد بقى وقع من دول مفتقدين ومش لاقي؟ للاسف للاسف خلاص كله وقع، كله وقع للاسف، مع ان لينا ذكريات كتيره قوي قوي حلوه، بس في اللي سافر بقى بالزبط. في اللي خلاص يعني ما بقاش في تواصل قوي زي الاول، فيه بس ما اختفوش تماما. إيه؟ في بسنت برضو كمان. قولي يمكن تسمعنا. لا في ناس كتير، لكن خليني اقول لك انه من الحاجات اللذيذه قوي كمان كان اخر يوم في الدراسه، يوم الاجازه ده. طب احكي لنا عنه. يوم الاجازه طبعا هو اللي كان بيجمع كل الصحاب، يعني احنا كنا بنتلم، نروح نلعب كوره، ننزل بالعجل، نجري، يعني ايام الطفوله طبعا اجمل ايام.
وليه أصدقاء جدا من المنطقة بتاعتي، أنا كنت ساكن في مصر الجديدة، فكنا عندنا كان عندنا جناين كده جوه، فكنا بنلعب بقى فيها، كانت مساحة حلوة حرة متاحة لكل الناس يعني. فلا كان في أصدقاء كتير جدا جدا جدا، سواء في ابتدائي أو إعدادي وثانوي، وقعوا مني برضو، مش هقول إن هم يعني مكملين، لكن هم فعلا وقعوا مني. على أي حال احكي لنا عن موقف مع الشخص اللي فعلا انت مفتقده، اللي بيجي على بالك من حين لاخر، اللي من وقت للتاني بتحس ان هو نفسك تقابله تاني. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.